باهي، عسلامة ومرحبا بكم في بلد الاغتيال، مرحبا في بلد التصفية، مرحبا في بلد اللي خمم مش كيفي انتير عليه، مرحبا في بلاد العنف، مرحبا في بلاد الهزان والنفضان، مرحبا في بلاد القعدة، مرحبا في شنوتستان، ومرحبا في الهو هو. ولا حرية ولا عدالة إلا الهو هو. شعارنا همجية حبس ظلم. تحية عطرة للمؤتمر، عطرة بعطر زكي من قدام جامع الفتح ومعاه عود الند، ويا ربي يجيك عود اي عود الند ناتن فماشي ما تفيق من الخرم المتوسط. قال شنية احنا باش نجمدوا العضوية في الحكومة. اي هاكم جمدتوا هاي الامور الستة دبابز وزيتي عايشك اكلي كيف انتم عملتوا الفريقولو احنا كلي متنا والوطن البرك. هاي فيق احيا ديمقراطية الشوكوتوم، انه ذاك الشوكوتوم اللذيذ المحشو بشوكولاتة ناعمة من الداخل. انت يا من وهبتنا الشرعية يا شوكوتوم لي نحيك وربي ديما يخليك عالي ومتعالي على المعارضة اللي مشي باهية. يا شوكوتوم يا وخي انت الغالي، انت عربون محبة واخلاص ووفاء، انت حلال انت هلال انت قمرة، انت بريمة انت اللي تغصصنا كيش حريقنا، انت تذكرنا اللي لازمنا نشرب الماء وهكاكة صوتنا يوصل. بيه شكوني هذه حركة البعدة؟ هذا يا سيدك من سيدك حركة اسلامية معناها وبلغة اوضح حركة توظف الدين الاسلامي الحنيف في فكرها السياسي وفي مشروعها اللي هي ترى به تونس كما هي تتمنى انه نهار اخر البلاد تكون. اسم الحركة هذية تربط برشا احداث عنف وشعرة ولولات حركة ارهابية في اواخر الثمانيات واول التسعينيات، لكن وقتها كان فما ديكتاتور من اشنع ما فما اسمه بن علي. السيد هذا عمل في عذاب الحركة الاسلامية صنع، وتفرقت الحركة وتشردت في المهجر وتشدوا برشا من قياديها ومنظليها في الحبس. به طبعا نرجعوا العام 2011، ما هو بن علي تاب ومشي يحج والتوا هكا قاعد يحج. يا اخي رجعت الحركه اللي كانت في السريه لتونس وواصلت نشاطها السياسي علنا الى حد الان امور ترانكيل. اما الاشكال الوحيد هو أن الحركة فشلت في التصدي لبرشا ظواهر وهي في الحكم كما الإرهاب كما الاقتصاد اللي بارك إلخ. اليوم باش نحكيو على صبر أراء تعمل من طرف جريدة المغرب وسيجما كونسي. أي ركزوا مليح. قال لك يا سيدك من سيدك 73.3% مع مبادرة حمادي جبالي. قال لك زادة 57.3% مع بقاء جبالي على رئاسة الحكومة المقبلة، و 94% من ناخبين النهضة مع بقاء جبالي، و 46% من ناخبي نداء تونس مع رحيل إجبالي. باه ركزوا مليح، الجماعة قالوا لكم 46% من ناخبي نداء تونس. حسب ما نعرفوا نداء تونس ما شاركتش في الانتخابات باش يكون عنده ناخبين، وإلا الهدرة على الانتخابات الجاية اللي توا في المهمود. دونك العدد 46% نطيحوه. وفي نفس الوقت ألو أندو سه أيواش، شكون اقتل شكري بالعيد؟ أي وين خلطنا؟